المبارك. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أولا دعني أبارك لأهلنا في فلسطين من أقصى حيفا إلى يعني مطار رامون كما يقولون وجواره، من أقصى فلسطين إلى أقصاها، من البحر إلى النهر، بل إلى الأمة الإسلامية كلها. في الحقيقة نزف لهم هذا النصر المبارك، ونقول لأهلنا في غزة: بوركتم وبورك صبركم وجهادكم وتضحياتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منكم خالصة، فإنكم والله درع الأمة وإنكم خطها الأول. وما حصل الله أكبر، والله كانت ملحمة حقيقية في الحقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لها ما بعدها بإذن الله تعالى. فدماء الشهداء التي ذهبت إلى ربها إن شاء الله لا تضيع هدرا. أخي الناظر، إلى نظرة سريعة كده إلى المشهد الإعلامي والمشهد السياسي في إسرائيل، في وسائل الإعلام، في غيره، في وسائل التواصل الاجتماعي، في بكل اللغات، في الحقيقة يرى بوضوح شديد جدا جدا الحقيقة، مش التوقف عن القصف، وإنما الإقرار بالهزيمة، الإقرار بالهزيمة. ما ظهر من نتائج في الحقيقة كثير جدا منه قد أخفاه الإعلام الإسرائيلي وقد أخفته الدولة الإسرائيلية في مناطق لا يوجد فيها مراسلين، أو منعت المراسلين من أنهم يصلوا بحجة الخطر، بحجة كذا، بغيره. هناك اليوتيوب الآن مليء بالمناسبة بالمشاهد التي تم تصويرها بالموبايلات مليء الحقيقة اليوتيوب، يعني يقولون عندنا 11 قتيلا، وأنا بنفسي رأيت 5 جنود واضح أنهم قتلوا بانفجار سارية علم على 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 على, على السياج الفاصل. يعني كانت قطعة منفجرة في الحقيقة. فهؤلاء أخي التعليق الأول كده على 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 كامل المشهد هو بفضل الله تعالى قد كان نصرا مؤزرا بفضل الله تعالى. ولا يظنن ظان أن ما سقط من ضحايا وكذا إنما هي خسائر، لا، نحن ما عندنا خسائر، نحن كأمة ليس عندنا خسائر البتة. نحن عندنا ناس يختارهم الله سبحانه وتعالى يعني بهذه الشهادة، ما في شك، والشهادة كرامة يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. كم من الناس في الحقيقة، هؤلاء الذين يطلقون الصواريخ الليل والنهار، ما كتب الله لهم الشهادة، لكن الله كتبها لبعض الناس الموجودين في 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 مخيم الشاطئ أو غيره أو غيره، كتب الله لهم أن يذهبوا إلى جواره. ولا توجد حرب في الدنيا ولا صراع في الدنيا ليس فيه ضحايا، وليس ما في شيء مجانا، لا يوجد شيء، لا سيما مع هذا العدو والغاصب. فأنا أقول لأهلنا في فلسطين إن الذي حدث إنما هو مهر قدمتموه لأقصانا، ومهر قدمتموه لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافرحوا بذلك، وقد أفرحتم الأمة بكاملها، والله والله كل الأمة. أولا يعني على مستوى حتى أشياء بسيطة، يعني والله حتى أهلي في البيت تقول لي أين قضية فلسطين التي في السابق كانت سمع وبصر كل الناس وسمع وبصر الإعلام، وغابت سنين عدد من 2014 إلى اليوم، والآن بفضل الله تعالى هي سمع وبصر الناس، وهي قضية الأمة الإسلامية الآن التي تشغلها من أقصاها إلى أقصاها. فأنا أتصور هذا نصر، ونصر مبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الناس. والذين يتكلمون على مقاومة السلمية ومش عارف إيش وليل الصواريخ وليل مش عارف إيش وما في تكافؤ في القوة، متى كان في تكافؤ في القوة أصلا؟ منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم متى كان هناك تكافؤ في القوة؟ ويقول لو في تكافؤ في القوة هل كان هذا الاحتلال الغاصب سيكون احتلالا؟ لذهب زمان لو كان هناك تكافؤ في القوة، لكن لأنه ما في تكافؤ في القوة أصبح هذا النصر مضاعفا. حينما تطلب إسرائيل وقف إطلاق نار، هم يقولون من جانب واحد، يعني خجلا منهم أن يقولوا أن الوساطة المصرية هي التي أقنعت
فصائل المقاومة أن 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 توقف الحرب وأن توقف رشقات الصواريخ التي أزعجتهم. يا أخوي إسرائيل أغلقت من سنين، من 73 سنة إسرائيل لأول مرة تغلق إغلاقا شبه كامل. إسرائيل لا حركة لا شيء، المطارات، الموانئ، الأعمال، المصانع، لأول مرة يبقى الإسرائيليون لساعات بل لأيام داخل الملاجئ. هذا سبب لهم إشكاليات ضخمة وكبيرة جدا جدا. نتنياهو اليوم هذا اليمين المتطرف الذي يعني صعد الشجرة وما عرف كيف ينزل منها، نزل منها صاغرا هو ويمينه المتطرف بضغط كبير الحقيقة، حتى ضغط داخلي، بالمناسبة. فأنا على قناعة كاملة. والعدو ده جرب يا باشمهندس، جرب العدو ده 2006 اجتاح غزة، ضربت 21 مستوطنة الحقيقة، أو مستعمرة، خلينا نسميها كما يسميها أبناؤنا الثوار. وفي 2008 بعد الإشكاليات التي حصلت في 2007 وغزة كلها أصبحت تحت سيطرة حماس والمشاكل الداخلية التي حصلت وكذا وغيره، في 2008 استطاع العضل الغاصب الصهيوني أن 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 يغلق القطاع وأن يسيطر على مداخل ومخارج القطاع، وأن يمنع الدواء ويمنع البترول ويقطع الكهرباء 15 عاما من الحصار. ظنوا أن المقاومة قد يعني انتهى فتيلها، وفوجئوا مفاجآت ضخمة الآن. نتنياهو الآن بالمناسبة 16 سنة هو حاكم، 16 عام وهو حاكم فقط بحجة بدعم اليمين المتطرف له، وبحجة أنه الأقوى في 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 دفع المقاومة والأقوى في 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 حربه ضد المقاومة. لكن هذه 16 عاما إن شاء الله تعالى ستنتهي به من القصر إلى السجن إن شاء الله تعالى بإذن الله. لكن ليس 16 عام، أقل من ذلك. لا بقليل. هو حكم في 2009 كان هناك أول مارت، من 2006 إلى 2009 هذه 4 سنوات، وحكم من 2009 إلى اليوم هذه 12 عاما متواصلة. ولسه داير يحكم، لأنه طبعا الآن هو متهم بجرائم فساد، وهو إن شاء الله من القصر إلى السجن إن شاء الله. قبل أن يصل من القصر إلى السجن سيصل إن شاء الله تعالى من القصر إلى القبر بإذن الله تعالى. فهؤلاء الآن علموا تماما أن الموازين قد تغيرت، وأن موازين الردع وموازين الرعب قد تغيرت بفضل الله تعالى. وأنا أقول لدول الطوق وللجيوش العربية قبل دول الطوق، يعني هذه الموازين